صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 34 لسنه 2024 بتعيين سفراء في وزاره الخارجيه وذلك بناء على عرض وزير الخارجيه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه يعين سفيرا في وزاره الخارجيه كل من السيد خليل يعقوب الخياط السيد راشد عبد اللطيف الزياني الدكتور محمد علي بهزاد السيد احمد ابراهيم ليغرانيس